وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج خير الغير، ومن العايدين الفائزين وكل عام وأنتم طيبين. في هذه الحلقة من حلقات برنامج خير الغير سنسلط الضوء سويا على هذه الحلقة التي لطالما الفقراء والمحتاجين احتاجوا إلى هذا الشيء، كسوة العيد. وما أدراك ما كسوة العيد؟ مع الظروف الاقتصادية الصعبة هنالك الكثير من الأسر، أسر الأيتام، الأرامل، الفقراء، المحتاجين، ربما لم ينالوا نصيبهم من كسوة العيد. هذه الحلقة سلطنا الضوء لنرى سويا المبادرات الخيرية الشبابية التي تسلط الضوء على أعمال هكذا، فهيا بنا. دائما وابدا اعزائي المشاهدين نجدد الترحيب بكم في هذه الحلقه من حلقات برنامج خير الغير، وكل عام وانتم طيبين ومن العايدين الفائزين باذن الله. نحن الان في هذه الحلقه من حلقات برنامج خير الغير، وهي الحلقه الختاميه لموسم شهر رمضان المبارك. سعداء جدا ان تكون هذه الحلقه لتسليط الضوء على الاعمال الخيره للشباب. الان معنا احد الشباب المميزين، وأيضا خلفه الكثير من الجنود المجهولين من الشباب والشابات، أيضا كان لهم دور بارز جدا في أحد المشاريع الشبابية. ما هي هذه المشاريع الشبابية وما هي هذه المبادرة؟ عبد الله بصولان سيكون وإياكم في هذه الفقرة. عبد الله أهلا وسهلا فيك، ومن العايدين إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. كل عام طيبين إن شاء الله. وأنتم بخير. شوفك عريس إن شاء الله. إن شاء الله بينا وإياك. أهلا وسهلا فيك معنا في برنامج خير الغير، وهذه الحلقة خصصناها للحديث عن الأعمال الخيرة. ممكن تعرفنا على المبادرة تبعكم وتعرفنا على الأعمال اللي تسوونها؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، المبادرة تأسست تقريبا في 2018، وهي كانت في بداياتها كنا نجمع نحن والشباب، مجموعة من الشباب نجمع ملابس نستخدمها في حافة أو الحافات اللي قريبة مننا. جميل. وكانت هدفنا أن نكسو 100 أسرة فقط. 100 أسرة؟ أيوة 100 أسرة فقط. فجمعنا وتفاجأنا أن وصلنا إلى 200 أسرة وأكثر، ومرة ثانية قلنا بنسوي 300، وصلنا إلى 500، وكل يوم نزيد. آخر مرة قلنا بنسوي في هذه الحملة الحملة الثالثة قلنا بنكسي 10,000 شخص، وتفاجأنا إلى اليوم وصلنا إلى أكثر من 12,000 قطعة موجودة معنا. ما شاء الله تبارك الله. في إن شاء الله في برضه ناس تواصلوا معنا من السعودية أنهم بيرسلوا لنا ملابس، في برضه ناس أصحاب محلات قالوا بيرسلوا لنا ملابس، إلى الآن عادة ما وصل. يمكن نوصل الى 13 و14 الف اسره. ما شاء الله تبارك الله. هذه الحمله طبعا بدانا بها في البدايه كنا قلنا من هذه الصعوبات، بس لما بدانا فيها في البدايه شفنا احتياج الناس، شفنا انه في بدايه 2018 وما زالت الاوضاع الاقتصاديه متردده لباس قليل بها، شفنا انه الناس ما في معهم ولا حاجه ملابس، لدرجه انه بعضهم يتصلون علينا اليوم الثاني بعد ما يتصلون في واحد شخص اتصل علي وقال انه يحاول انه يشكرني، وكثر ما يقدر يعبر كان يبكي من الفرحه. من الفرحه. وكان هذا ما يبكي الفياء، سألته أنا ليش معك؟ قال لي إلى الآن ما قدرت ندبر ملابس العيد لأطفالي. ملابس العيد. أيوة. وكان طبعاً هو كل يوم يوعدهم يقول لهم بكرة بيجيبكم بكرة بيجيبكم. فنحن في واحد من الدوبين تبعنا طلعنا هذا الأسرة وعطناه كروت لها إنه يجي يختار بنفسه. فلما جاء اختار خرج من هنا، واليوم الثاني اتصل بنا وهو من كثر الفرحة اللي معه. قال انتم كسيتوا يعني انتم فكيتوا عليه هم كبير من هذا. الحمد لله. من الان من 18,000 للميلاد اللي هو 2018 الى هذه اللحظه، وربما مرت عليكم الكثير من العوائق، الكثير من المشاكل، الكثير ربما من الترتيبات والتجهيزات والتاخير في اثناء الترتيب. فريق العمل الشباب والشابات اللي معاك كم عددهم في 2018 وكم عددهم الان في 2022؟ في بداية 2018 كنا مجموعة من الشباب ما يتجاوزون 15 شخص من شباب ومن بنات وأولاد. في بعدين في بداية 2020 وقفنا هذاك فترة بسبب أوضاع كورونا، فبدأنا في 21. في 21 وصلنا إلى 40 شاب متطوع من شباب والبنات. في هذا العام وصلنا إلى 60 شخص متطوع من 6 أفرقة متطوعية، اللي سوينا لهم دمج. سويتوا لهم دمج، والآن منهم 60 شاب
قاعدين يرتبون الملابس، ايش يسوون بالضبط الان؟ نحن في العيد، ترتيبات كيف كانت؟ التجهيزات كيف كانت؟ البدايه مبدئيا كيف تعلنون مثلا لاستلام الملابس القديمه مثلا وتجهيزها وترتيبها، ايش التفاصيل الحلوه اللي تسوونها؟ اول حاجه نسوي اعلان جميع المناطق انه نستهدف فوه والديس والشري والمكلا وبويش وركب. فطبعا في بعض المساجد سوينا يعني زي ما تقول عوايق انه لازم تكون عندكم ترخيص، ونحن رحنا الى وزاره الاوقاف ورحبوا بنحن ومستعدين اي وقت قالوا وعطانا ترخيص كامل. ثاني حاجه رجعنا نتفق مع اصحاب المساجد انه بنسوي كرتون ومسوي كرتون في اخر المسجد، بنسوي اعلان نحن مبرع، في نفس الوقت هم بعد صلاه الجمعه وقت يكون المساجد مليانه يسوون اعلان اي واحد معه ملابس مستخدمه ما يحتاجها بدل يوم يرميها يطرحها في الكرتون ونحن نجمعهن. تجمعونها؟ نجمعهن كامل. وبعدين نرجع عملية فرز، في واجهنا ثلاث حاجات أو أربع حاجات في الفرز. في ملابس تالفة ما تستحق إنها تلبس، ما تنفع تماماً. أيوة بالضبط. وفي ملابس نظيفة بس تحتاجها تغسيل، وفي ملابس تجيك جاهزة ومغسلة، وفي ملابس تجيك جديدة. نحن نفرزهم كل واحد لحاله، وبعدين نرجع نفرز الأولاد والبنات لحالهم. وبعد ما نرجع نفرزهم اللي يحتاج تغسيل نوديهم مغاسل، نتفق مع مغاسل يغسلونهن، وبعدين نرجع نعلقهن زي المول الخيري أو زون المول كامل. ما شاء الله. ونسوي بعدين اعلان للمندوبين تبعنا انه كل واحد يطلع اسره اللي عنده، اي اسره محتاجه معك ما يقدر يشتري ملابس عيد. المندوبين هذيلا في الحارات يكونوا في الحارات بجميع الاماكن يطلعوا لكم كشف. ايوه كل واحد يطلع بالمحتاجين. بالمحتاجين في حارته. طبعا هم من فوه الى بويش مستهدفناهم احنا. ما شاء الله. في كل منطقه معنا مندوب. ولما طلعنا الكشف نشوف كم عدد الافراد حقه، ونعطيه كرت بعدد الافراد حقه. هذا الكرت يقدر يدخل به عندنا يتسوق يحتاج اي حاجه يبغاها. من اللي يدخل بالكرت هذا؟ الشخص المحتاج اللي ما يقدر يتسوق. صاحب الاسره يدخل يشيل على عدد افراد اسرته بالمقاسات اللي مطلوبه. بعد ما يتسوق يعطيهم الكرت يشوفون على عدد الافراد حقه ويخرج ويروح يتلها. ما شاء الله. طيب الان انتم تاخذون الملابس من المساجد، مواقع اخرى لكم تاخذون الملابس ولا المساجد فقط؟ المساجد وبعض المحلات التجاريه يعني زي المحلات التجاريه تروحون فيها كراتين؟ تروح كراتين وتروح تكون لافته مثلا؟ ايوه زي الضبط. مكتوب ايش في اللافته؟ زي ضع الملابس المستخدمه هنا ليستفيد منها غيرك. حلو جميل. وتلفونها على طول. فتره وضعكم للكراتين الفاضيه واخذكم لها بعد امتلائها كم الفتره؟ تكون يومين او ثلاث ايام، نحس الكرتون جدا مليان. يومين الى ثلاث ايام والكرتون على طول. نعم في بعض المسائل يعني في وعي في المجتمع، في وعي وفي تقبل كثير بهذا انه يقول لك في ناس اخرين ما عندهم مقدر انهم يدفعون. صح. نحن بنطرح ملابسنا بالضبط. جميل. انتم الان اخذتم هذه الملابس من الكراتين وتجيبونها لما هذا المكان مثلا وتفرزون الفرز اللي اخبرتني عنه. في بعض الملابس قد تكون يعني معدمه جدا. ايوه جدا جدا. ايوه لوين تودونها؟ هذه نشيلها يا اما نعيد تدويرها او نروح نعطيها ناس يقدرون يلبسونها، نعرضهم عليهم نقول لهم هذا معنا ملابس يعني احنا ما نستحق نعطيها الناس، هل انتم تقدرون تشلونها؟ فاجانا انهم بيقولون لك هات اللي معك، حتى مش عقها احنا ما معنا الا بدله واحده في نلبسها او بدلتين زي هذول النازحين ودول الناس ما يقدرون. جي امس قبل ثلاث ايام تقريبا رحنا عند زي المخيم او زي النازحين هناك فسالناهم قلنا معنا ملابس يعني ما تستحق ان نلبس وصعب ان نرميها، هل انتم بتستفيدون منها؟ قالوا لنا هات اللي معك، اعطيناهم تقريبا اكثر من 3000 قطعه. ما شاء الله. ووزعوها على بينهم وبين واكثرهم لبسوها، طبعا نحن تواصلنا معهم انه اكثرهم لبسوها منها. طيب قد ايش تشوف النجاح؟ من 2018 كنتم تستهدفون 100 اسره، الان معكم 13000. ايوه بالضبط، هذا اعتبرنا نجاح وانجاز كبير وتقبل المجتمع، ونحن ان شاء الله باذن الله مستمرين في كل عيد في كل رمضان ان نسوي هذه العامله. وان شاء الله باذن الله بدل ما تكون ملابس مستخدمه تكون جديده. ويكون عندنا ناس مويلين لهذا المشاريع. ويدعمونا بزي المشاريع انهم يفيدون اهلهم واخوانهم. طيب الان تغسيل الملابس وكويها وترتيبها ربما تحتاج الى مبالغ منكم، من فين تجي المبالغ؟ اكيد طبعا هذا اكبر مشكله نعاني منها، ونحن نروح نسعى الى جميع التجار وجميع الناس ويقول لهم احنا قدرنا نجمع هذه الملابس بس نحتاج الى تغسيلها. في بعض التجار او الجهات يعني يتقبلون بهذا الشيء، في بعضهم يقول لك ان شاء الله نحن بنحاول نتواصل معكم وما في اخبار منهم. الحمد لله قدرنا الى الان نكسو اكثر من 5000 او 7000 بدله الى الان معنا حق الدعم، وفي برضه 4000 قطعه واحد وعدنا احنا انه بكره او بعده قال مر علي وان شاء الله بتكفل بهذا. جميل. مبادره ادخل السرور على قلوبهم، فين حابه توصل بعد 10 سنوات؟ ايش الاهداف المستقبليه الكبيره اللي معاكم؟ ان شاء الله باذن الله يكون مور كبير يستهدف اكثر من 100000 شخص في مدينة المكلا وأرياف المكلا. ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله بإذن الله أمالكم وطموحاتكم في الأعمال الخيرية تستمر ويكون هذا العيد عيدين،
عيد فرحة المسلمين، والعيد الآخر أنكم كسيتوا ما يقارب 13,000 أسرة. شكرا لكم وربنا يكتب أجركم. شكرا لك يا عبد الله، الله يسعدك. أعزائي المشاهدين، لازلنا طبعا متواصلين معاكم في هذه الفقرة من فقرات برنامج خير الغير، فخلوكم معنا. إذن أعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين ومتواصلين معاكم، ونحن الآن مع مجموعة من الشباب وبندخل في حالهم، هم يشتغلون ويجهزون لملابس العيد. شمسان الطاهري بيكون معانا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ طيب؟ الحمد لله والله. بنقطعك طيب من شغلك شوي، لا لحظات فقط طيبة. بنسمع منك وبرددش نحن وياك مع بعض في برنامج خير للغير. متى أول مرة شاركت في الأعمال الخيرية أو في الأعمال التطوعية مثلا؟ والله هذه أول مرة أشارك فيها، فوجدت في إعلان أرسلوها عبر الواتساب مجموعة هكذا، فحبيت أشارك معهم، فجيت أشوف ما شاء الله يعني أكثر من 20 شاب وشابة، فدخلت وشفت العمل. أيوة، وشفت العمل يعني ما شاء الله جبار وجهود كبيرة وعظيمة، فدخلت وحسيت لما دخلت يعني حسيت في راحة قلبية. انبسطت يعني. أيوة. الإنسان دائما لما يقدم خير للآخرين طبيعي إنها تغمر يعني قلبه السعادة والفرحة والبهجة دائما. صح. طيب شمسان، يعني الآن كم ساعات تقضي يومك مع الشباب عشان تجهزون للملابس المستخدمة، تنظفونها وتكونها وترتبونها وتقدمونها كسوة للعيد للناس المحتاجة والفقراء؟ والله نقضي يومي أول ما نجي يعني الساعة 9:30 كذا المساء. أيوة. لما الساعة 1-2 بعدين كل واحد لدار، كل واحد يروح لبيته، يعني ما يقارب 4-5 ساعات يوميا. أيوة. وانتم تشتغلون بعض أحيان العصر، نجي إذا فاضين نحن نجي العصر نشتغل. مرتبط بشيء آخر، بعمل آخر خاص ولا؟ أيوة. شيء؟ عمل خاص. وين العمل الخاص مثلا؟ في الإذاعة. تشتغل في الإذاعة؟ أيوة. مش مذيع ولا مهندس صوت؟ لا، مذيع. مذيع، يعني الآن بتطرب المشاهدين نسمع صوتك. يعني مذيع برامج ولا مذيع نشرات إخبارية؟ على حسب، يعني بعض الأحيان برامج، بعض الأحيان تقديم على الأخبار. بنسمع صوتك، إيش رأيك يا شمسان؟ معاناة تلو معاناة، صبر يتلوها صبرا، حال لا يعلمها إلا الله، صوت يدمع العين ويحزن القلب ويكسر الخاطر. ويكسر الخاطر كمان. هنا نسيت لك. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، نبرة يعني متوعد بمستقبل إعلامي كبير بإذن الله. إن شاء الله. القليل من التطوير والتدريب والتأهيل والدراسة، خلصت الثانوي ولا الجامعة؟ لا، عدنا احنا الثانوية. عدنا احنا مستوى كم؟ مستوى ثالث ثانوي. ثالث. ما شاء الله تبارك الله، شهادة يعني مقبلين الشهادة. يلا ربنا يوفقك إن شاء الله بإذن الله. وربما هذه الأعمال الخيرة اللي تسوونها وترتبونها تفتح لك باب آخر، وربي يوفقك وينجحك بشكل أكبر إن شاء الله. آمين بإذن الله. إن شاء الله، ونشوفك بإذن الله في منابر إعلامية طيب، نشوفك في الغد المشرق مستقبلا بإذن الله. ونشكر طاقم غد المشرق، ونشكرك أنت أيضا. الله يسعدك يا غالي. نحن والله سعيدين إنه في شباب في مكتمل العمر لساتهم شباب، لساتهم يدرسون في الثانوي ويشتغلون على الأعمال الخيرية، وقدر الإمكان من خلال منابرنا الإعلامية نسلط الضوء عليهم ونحفز الآخرين عشان يستمرون على مثل أكيد هذه أكيد الأعمال الخيرية. شمسان، أنت أحد الشباب اللي حقيقة الوطن يفتخر بهم، ونقول بإذن الله القادم أجمل داب الشاب في يعني بذرة خير، وفي أيضا نية أنه يقدم عمل خيري بإذن الله. شمسان، إيش حاب يقول في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم الجميل؟ أحب أقول لكل الشابات والشباب
أن يلجوا لهذه الأماكن التي يحب أن يعملوا الأفعال الخيرية. وأقول شكراً. والله يسعدك إن شاء الله. شكراً لك يا غالي. حياك الله. إذن أعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين معكم ومتواصلين، وقاعدين نشوف الشباب الآن بعضهم شغالين ويرتبون، والآن الدنيا عندنا ما شاء الله مبعثرة، لكن الآن يتم عملية الفرز والترتيب حتى يتم نقل الملابس إلى المغسلة والكواية، وبعد ذلك يتم توزيعها وترتيبها. فبنحاول لحظات بس بنسحب بعض الشباب وبندردش معهم على السريع، بندخل في حالهم يعني، فخلوكم معنا. إذن أعزائي المشاهدين، لازلنا مواصلين معاكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج خير للغير. طبعاً الآن معنا أحد الشباب وهو خريج الثانوية راشد بن عبد المانع، أحد المتطوعين في هذه الأعمال الخيرية، وأيضاً أحد مندوبي الحارات لتوزيع هذه الملابس المستخدمة لكسوة العيد من العايدين. كل عام طيبين إن شاء الله بإذن الله. يا مرحباً بك معنا في برنامج خير للغير، ونحن طبعا سلطنا ضوء على الاعمال الخيريه، لا سيما المبادرات الشبابيه اللي الشباب شغالين فيها برجولهم ويداتهم، والوقت كلهم يعصرون الليل بالنهار. أيوة، ربما اواخر رمضان شغالين ما شاء الله تبارك الله لاجل ترتيب هذه الملابس المستخدمه بعد تجهيزها وترتيبها وتنظيفها وايضا كوايتها. راشد، ايش اللي خلاه يتطوع؟ ايش اللي خلاه يشتغل ويقدم هذا الخير؟ والله يعني جات عن مسج في الواتساب، فحبيت ان نقرأ الموضوع كامل وإيش الفكرة عنه، ودرسته في الفكرة في راسي، فحبيت إنه أتطوع لأنه هذا يعني عمل خير، حبيت إنه نتطوع وندخل في هذا المجال. وكان طبيعة العمل يعني نجي 9 الليل في رمضان، طبعا في تقول من 15 رمضان ما شاء الله، نجي بدأنا في الحملة اللي هو فرز. أول شيء جبنا كمية كبيرة من الملابس ما شاء الله، فرز في منها الملابس يعني في منها اللي هي التالفة، في منها اللي يحتاج لها غسيل، في منها يعني جديدة، يعني كل شيء تفصلون وتفرزون على العجل. جميل. الشاب اللي في عمرك قد يقول يا أخي بديل ما نروح وخبخب بلا مقابل ولا شيء، والعيد جاي اليوم بتتمشون وكذا، بغينا بيستين، بيروح بيشتغل له مثلا بمبلغ وقدره. إيش اللي خلى راشد يتخلى عن العمل الخاص، ويعني استقطاع مبلغ مالي مقابل العمل الخاص، وانك تقدم خدمه لمجتمعك؟ طبعا انت تعرف انه نحن الحين في شهر كريم، ويعني عمل الخير له اجر وثواب عند رب العالمين، فحبيت اني اشارك في هذا الشيء، والاجر والثواب من عند الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب اجركم. ومن الجميل حقيقه ان نكون يعني نرى الشباب اللي عدلنا تخرجوا من الثانويه وحتى لازالوا يدرسون في مرحله الثانويه مستمرين في هذه الاعمال والمشاريع الخيريه. راشد، ايش حاب يقول لشاشه التلفزيون الغد المشرق، وايضا برنامج خير الغير لكل الشباب اللي عادهم ما اشتغلوا في الاعمال الخيريه، ايش حاب تقول؟ والله اقول لكل الشباب الطموح، الشباب الحضرمي، مو بالحضر من الشباب اليمني بشكل عام. جميل. انه العمل الخير يعني اجره كبير عند الله عز وجل، فنحن هذا الشيء ما نسويه انه لي ولا يعني في ناس محتاجه، في ناس تعبانه للمجتمع. ايوه للمجتمع، يعني منها نحن نتعب والغير والفرحه تعمكم ايضا. ايوه ايوه ربنا يكتب يعني اجركم. نحن الحين نتعب بس في الاخير لما تشوف فرحه الاطفال، فرحه الاهل بالملابس، هذه الفرحه خلاص يروح تنسى التعب كله. والله بجد توفيق يا راشد. ربنا يسعدكم ان شاء الله، ويكون عيدكم باذن الله عيدين ان شاء الله. شكرا لك يا راشد. اذا اعزائي المشاهدين، هذه الحلقه من حلقات برنامج خير للغير هي الحلقه الختاميه. حزين جدا لتوديع المشاهدين الكرام الذي رافقناهم خلال شهر رمضان المبارك، ونقول لكم في هذه الحلقة حلقة كسوة العيد، عسى الله يعني كثر الأفراح والسعادة والأعياد بإذن الله. ودائما وأبدا لا أقول لكم وداعا إلى حلقة أخرى، ولكن إلى لقاءات أخرى في برامج أخرى بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، وكل عام وأنتم بخير.